هيئة مكافحة الفساد والاحتيال في بريطانيا تقول إن القطريين الذين تقاضوا عمولات من بنك باركليز مقابل تأمين دعم مالي له ينقذه من الأزمة المالية العالمية عام 2008 متورطون أخلاقيا بقضية الاحتيال التي ينظر فيها القضاء البريطاني اليوم. هو ادعاء نقله القضاء البريطاني عن الهيئة خلال اليوم السابع من محاكمة 4 مدراء تنفيذيين للبنك بتهمة دفع عمولات غير قانونية لشخصيات ومؤسسات من أجل الحصول على 11 مليار جنيه استرليني من الدعم القطري لتجنب تأميم البنك عام 2008. ادعاء هيئة مكافحة الاحتيال البريطانية بأن شخصيات قطرية متورطة في قضية باركليز تعاملوا مع البنك بطريقة غير أخلاقية وتم التعاون بينهم في عملية الاحتيال مع مدراء في بنك باركليز، هذا الادعاء من الممكن وقد يدفع القضاء البريطاني لاستدعاء وطلب مساءلة هذه الشخصيات قانونيا أمام القضاء البريطاني. بحسب القانونيين فإن الإدانة الأخلاقية التي تطالب بها هيئة مكافحة الاحتيال للشخصيات القطرية المتورطة في القضية قد يتحول إلى إجراء قانوني إذا ما وجد القضاء البريطاني أن التعامل غير الأمين لهذه الشخصيات مع البنك كان متعمدا. استدعاء الشخصيات القطرية من قبل القضاء البريطاني يجب أن يتم من خلال إجراءات قضائية معينة، وهذه الإجراءات تخضع لاتفاقيات موقعة بين الدولتين، أي دولتين قطر والمملكة المتحدة، وهذه الاتفاقيات يجب أن تراعي الاختصاص القضائي لكل دولة. أبرز الشخصيات القطرية المتورطة في قضية باركليز رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، هو من أدار الصفقة مع المدراء التنفيذيين 4 للبنك حينها، وهو من حصل على عمولة تزيد قيمتها عن 40 مليون جنيه استرليني. ويبلغ إجمالي العمولات التي دفعها البنك لشخصيات ومؤسسات مقابل الدعم المالي لقطرية عام 2008 نحو 320 مليون جنيه استرليني. صحيح أن هذه العمولات أنقذت البنك من التأميم حينها، لكنها تحولت إلى كابوس يرافق المتورطين في القضية إلى اليوم.